السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله يا شيخ وبارك الله فيك. ولك بمثل يا رب وإياك. شيخ في عندي سؤال، أنا في حديث سمعته قبل كده يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالأخير العشاء، ما صاحب هذا الحديث؟ لا مش بنفس اللفظ يعني، هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، ثابت صحيح.